عندنا روايتين. رواية تقول كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي أو أمن عذابي. رواية ثانية تقول ولاية علي بن أبي طالب حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي أو أمن عذابي. الله عنده كم حصن يلجأ له اللاجئون، حصن واحد. الرواية تتحدث عن حصنين، حصن تعلق بكلمة لا إله إلا الله، والآخر تعلق بولاية علي بن أبي طالب. أي الحصنين ألجأ إليهما؟ الحصنان حصن واحد، إنما مفتاح الحصن الإلهي الكبير هو ولاية علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. إذن علاقتنا بالأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، خصوصا بمولانا الإمام الحجة صاحب العصر والزمان، مبنية على أساس المعرفة التي ذكرنا أدنى درجات معرفة الإمام على أقل التقادير، الطاعة والانصياع التام لإمامته صلوات الله وسلامه عليه، بمعنى أن يكون حاضرا وناظرا في أفكارنا وفي سلوكنا، لا نجعل بيننا وبين الإمام مسافة بعيدة نعبر عنه بالغائب. وأنت كل ما تعاملت مع شخصية الإمام على أنه الإمام الغائب، يعني مو حاضر في سلوكي، مو حاضر في تفكيري، هو غائب شخصه، أما وجوده المبارك ينتشر علينا. احنا ايش كثر من مصيبة حلت علينا، ايش كثر من بلاء، ايش كثر من الألم يعتصر قلوبنا، لمن نفزع؟ يا صاحب الزمان أدركني، لولا نظرته الرحيمة ودعاؤه الدائم لنا لنزل بنا من البلاء ما لا نطيقه. خلي يكون الإمام دائم الحضور عندنا حتى نستشعر وجود الإمام في فكرنا وسلوكنا. نسأل الله سبحانه وتعالى ينبهنا وإياكم من نومة الغافلين، ويثبت أقدامنا وإياكم على ولاية أمير المؤمنين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.